المصالح في إطار التضامن الحكومي؟ والله وارد. فما شكون يقول على فكرة أنا معلش متقلق برشا مع لأنه بلادنا مع الأسف فرغت من السياسة، تفقرنا السياسيين، فماش ديبا، لو ديبا بوليتيك ما عادش، الديليبيغاسيون بوليتيك ما عادش مع الأسف، ولينا نحكيو كان في حاجات مالها معنى. تخاف زيد تفرغ من السياسيين، أنا فرغت من السياسة، تخاف زيد تفرغ من السياسيين، وخاصة جيل كنا نعولوا عليه في أنه هو باش يبني سياسة اليوم غدويكا محمد عبو في عمره، يفترض أنه مازال معناها كي حط رجل في عالم السياسة ويفترض أنه عمره السياسي عمر مديد. اللي قالته مجنونين أنا معاها، ونزيد أنه سقطوا له الراجل الكلمة نتاعه، معناها طاحت كلمته وقت اللي تلبث من فخفاخ أنه قالوا بفضلك نلغيو الصفقة اللي بينك وبين الدولة التونسية. فخفاخ قال له 44 مليار، يمكن قالوا لين الخسارة، معناها علاش أنه خلى الأمر على ما هو عليه، حط بيضه في سلة، كل البيض بتاعه في سلة الرئيس قيس سعيد، ورئيس قيس سعيد خذله. أنا في بالي عياء سياسيين، في بالي أجهد سياسيين، لكن يبدو المسألة أكبر. يظهر لي السيد محمد عبو يظهر لي دبرم سياسيا. تعرف برا القذافي يظهر لي في خطاب باش يقول، يظهر لي يحكي على صدام حسين، هذول وقت سألوه شنو رايك في صدام حسين وزوز مو يتنافسوا في الزعامة العربية، قال إنه جواد عربي أصيل ولكنه لا يصلح للمسافات الطويلة. محمد عبو جواد عربي أصيل ولكنه لا يصلح للمسافات الطويلة. وحد تقريبا البارح شبه إجماع على نظافته وعلى وطنيته وعلى رغبته أنه يقدم ربما إضافة للوطن هذه، لكن مالوغزمون بعد وقفة تأمل وبعد اللي صار في هالثلاثة شهور ولا الأربعة شهور القصيرة في حكومة الفخفاخ، ربما اختار أو ارتأى أنه يبعد شوية، ربما هي وقفة تأمل أو استراحة المحارب، ربما يرجع لنا نهار آخر محمد عبو، لأنه كان تثم برشا دعوات انه ما يغادرش الحياه السياسيه لانه طينته ماهيش موجوده برشا. باش نرجع على الطريقه، لا كلمه برك، على الطريقه اللبنانيه، على الطريقه اللبنانيه كي يصير عليهم اللي صار على محمد عبو يمشوا يعتكفوا، يسموها الاعتكاف السياسي. واضح. 57 دقيقه نوصلوا لي ختام مش الحلقه، لا ختام الساعه الاولى، بس نرجع لكم في الساعه الثانيه، لكن قبل ذلك فلاش انفو مع سلمى هلال.